ومن أسباب الرزق أيضا الإيمان، وقد جمعه الله مع التقوى فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإيمان يزين باطنهم والتقوى تزين ظاهرهم. فبالإيمان بالله، بالإيمان بالله يزيد حبك لله، ويزداد تعظيمك لله وخشيتك من الله. وبالإيمان بالله يزيد خشوعك في الصلاة، وبالإيمان بالله تحب الصالحين، وبالإيمان بالله تكره الفاسقين، إلى غير ذلك. وبتقوى الله تصلح أعضاؤك الظاهرة، يستقيم سمعك وبصرك ويدك ورجلك وبطنك وفرجك وغير ذلك. إذن إذا جمعت بين الإيمان والتقوى أصلح الله ظاهرك وباطنك، وجعل الله لك من أسباب الرزق ما يسد حاجتك من بركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني كان تكذيبهم سببا لرفع البركة من الأرض وإمساك بركة السماء. فلكن المؤمن الذي عنده إيمان وتقوى، والذي يحب الله عز وجل، يجمع بين الإيمان والتقوى، فيزين باطنه بالإيمان وظاهره بالتقوى، فييسر الله عز وجل له من أسباب الخير ما يكفيه وفوق ما يكفيه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.